هلا والله. لو يسألني واحد ويقول لي يا إبراهيم إيش أغرب قصة مرت عليك في حياتك، أقول القصة هذه في 2018. طبعا أنا بديت في السوشيال ميديا 2015، بداية الشهرة في 2017 وطالع، والله يجعلها شهرة خير ويستعملنا ولا يستبدلنا، ويجعلها في مرضاته، وينفعنا وينفع بنا. جاني واحد في 2018 عندنا في مكة، أرسل لي سناب: تكفى إبراهيم متضايق متضايق تعبان. وأشوفه يرسل يرسل يرسل. المهم كلمته اتصال، قلت ايش بك؟ ايش في؟ عساك طيب؟ قال ما راح تسمع قصه زي قصتي ولا راح تمر عليك قصه زي قصتي، انا احس ان الله زعلان مني. وانا وبدا يجلد ذاته لتسمع رسائل الله ما فيها صدف. والرسول يقول ان الفرج مع الكرب، انت في كرب الحين والفرج، هذا الفرج باذن الله وثقه في الله. قلت اديني قصتك. قال انا تزوجت، قعدت سنه مع زوجتي، ماتت. طيب الله يغفر لها ويرحمها. قال لا، خذ القصة. تزوجت أختها، قعدت معاها أسبوع، ماتت. وأنا كذا يعني ما مرت علي قصة كذا. طيب الله يغفر لها ويرحمها وأقدار الله والمكتوب، وش أقول له؟ قال أصدمك، المرة الثالثة تزوجت واحدة من بعيد وقعدت معاها شهر وماتت. الرابعة دخلت العناية المركزة وقعدت أسبوع أسبوعين وماتت. بعدها ما عاد تزوجت ولا عندي أولاد ولا عندي شيء. كرهت الزواج، جاتني صدمة، جاتني ردة فعل، صاروا الناس أصلا ما يزوجوني لا من قريب ولا من بعيد، خلاص سمعتي. كل واحد خايف على نفسه إنه والله هذا زوجوا بنتي ولا أختي هذا بتموت على طول، انتهى أجلها. يقول هنا انا اصلا متضايق مره، رحت لطبيب نفسي ورحت ورحت ما ادري ايش اسوي. تشوف هذه ابتلاءات اللي انت فيها، ابتلاءات. بس انا انصحك بصوره البقره، لان الرسول قال فيها بركه، اخذها بركه تركها حسره، لا تستطيعها البطله. خذ بركتها، خذ خيرها، تظلك يوم القيامه وتشفع لك يوم القيامه. فكيف في الدنيا ايش بتسوي فيك؟ بتغيرك للافضل باذن الله. والرقيه اللي انا حاطها في المثبته، هذه الرقيه الثانيه. اختفى سنوات ما حد ادري عنه، جاتني رساله في التيك توك قريب: قال ابراهيم تتذكر هذاك الشخص اللي تزوج 4 مرات وكل حريمه ماتوا؟ قلت ايه اتذكر، ايه هذه من اغرب القصص اللي مرت علي، ليكون انت. قال ايه اسالك بالله يا ابراهيم، مرت عليك قصه زي قصتي للحين وانت في السوشيال ميديا من زمان؟ قلت لا بصراحه لا، في قصص تجيني انهم انفصلوا من وظائفهم، وظيفتين ثلاثة أربعة ورا بعض، ينفصل ينفصل ينفصل، لكن موت لا ما مر علي، ما مر علي إلا أنت الوحيد. قال أبشرك، استمريت على الرقية هذيك اللي أعطيتني هي سنتين، ما وقفت. ليش الاستمرارية هذه؟ لأني حسيت براحة نفسية في الرقية، حسيت بطمأنينة. حالي تغير؟ لا، بس نفسيتي كذا استقرت وحسيت براحة. أول كان عندي تأنيب ضمير، عندي جلد ذات، عندي أفكار سلبية. يقول الحين أكلمك، تزوجت الحمد لله. قلت الله، ماتت الآن، انتظر ماتت. قال لي وين؟ وربي رزقني بنت وسميتها أمل بعد الألم. يا الله يا الله، عشان كذا الرسول قال إن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، تضيق وتفرج. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. كل ما رحنا لله كل ما زانت وتيسرت أمورنا. سورة البقرة فيها بركة، كلام الرسول خذوا بركتها.